أعلن مدير بلدية قضاء بلد المهندس كريم أحمد البياتي زيادة عدد عمال بلدية القضاء الذي تحقق من خلاله تواصله مع الجهات المعنية في وزارة البلديات، فيما بيّنت رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة صلاح الدين أميرة عبد الأمير عن المباشرة بإعادة العمل بمشروع مجاري بلد الكبير. بعد المتابعات المستمرة من قبل القائمين على مديرية بلدية بلد مع الجهات ذات العلاقة في وزارة البلديات، تم إضافة 20 عامل تنظيف لمديرية البلدية على الميزانية التشغيلية. الزيادة هذه تشكل واقعا إيجابيا من خلال إدراجهم ضمن العمل، حيث تعمل بلدية بلد على رفع عشرات الأطنان من النفايات من الأحياء السكنية يوميا. بالأسبوع الماضي قمنا بزيارة إلى مديرية البلديات العامة، والتقينا بالسيد المدير العام، إضافة إلى لقائنا بالسيد الوكيل الفني لوزيرة البلديات، وحصلنا على موافقة من قبل السيدة الوزيرة على تشغيل 20 عامل تنظيف وعلى الميزانيه التشغيليه لمديريه بلديه بلد. احنا نتقدم بشكرنا وتقديرنا للسيده الوزيره على هذه الموافقه، اضافه انه نشكر السيد المدير العام لاهتمامه حقيقه بمشاريع قضاء بلد واهتمامه بكل ما يتعلق بالبلديات اللي يخص مدينة بلد. الحديث عن مشروع مجاري بلد الكبير والمتوقف منذ زمن طويل، والذي أدى توقفه ازدياد معاناة المواطنين للمناطق المشمولة به. رئيسة لجنة الخدمات في مجلس محافظة صلاح الدين أعلنت الموافقة الرسمية بإعادة العمل به، وعلى المبالغ الاستثمارية وبأكثر من مليار دينار عراقي. بالنسبة لمشروع مجاري قضاء بلد المتوقف منذ عام 2014 بسبب الأحداث التي مر بها العراق والمحافظة، اليوم تم استئنافه بعد أن كانت نسبة إنجازه 52%، وكذلك كانت اللجنة المشرفة من وزارة التخطيط بعلامات جيدة على هذا المشروع، تمت الموافقة على المباشرة بإتمام العمل به، ولكن على مبالغ الاستثمارية لعام 2018 في محافظة صلاح الدين، وكانت هذه المبالغ قد قسمت على الأقضية، فكانت حصة القضاء تقريبا مليار وشي قليل مع المليار، فبالتالي كانت قد أضيفت إلى مشروع مجاري بلد، هذا المشروع الحساس الحيوي والذي لا تكفيه هذا المبلغ إلا القليل القليل، لكن نحن قد بادرنا وبذلنا بجهود استثنائية من أجل استحصال هذا المبلغ وإضافته إلى مشروع المجاري. بعد الإعلان عن إعادة العمل بمشروع مجاري بلد الكبير وبنسبة معينة، يرى البعض أن النظافة مسؤولية مشتركة تحتاج إلى تعاون المواطن مع الجهات المعنية. مواطنون من قضاء بلد في حديث لقناة صلاح الدين أعربوا عن تفاؤلهم بإعادة العمل بمشروع مجاري بلد الكبير المتوقف منذ فترة طويلة، والذي تزامن مع زيادة أعداد عمال البلدية. من قضاء بلد لفضائية صلاح الدين، علي البلداوي.